نظن بالإميريتي وشبيبة الثورة نساعدوهم من ناحية البرمجة، من ناحية كأس إفريقيا اللي راح يلعبوها، لأنهم فريمون مثال حي. وراك تكلمت انت قبيله على لي كاتيجوري جان تاعهم، الجمهور تاعهم من حقه انه يفرح. كل حال نهني فريق شبيبه الثوره، لانه انا شخصيا كنت من بين الناس اللي امنوا بهذا الفريق هذا منذ بدايه الموسم. كنت تكلمت معايا في المره من المرات وقلت لي راح يكون فيه مفاجاه من الثوره. صرحت هذا عبر وسائل الاعلام وتكلمت مع الرئيس زرواطي، والفضل يرجع له الفضل يعني، لانه هذا شخص هو الممول الاول يكون هذا الفريق هذا واللي صار عليه هو والفئات الشبانيه يعني. نتمنى لهم ان شاء الله يكون تمثيل مشرف للجزائر يعني قبل كل شيء، لانه ماهوش انا ماهوش قضيه ما يمثلش غير منطقه الصحراء. لانه انا دائما نقول انه كان عندي شرف كبير انه كنت على راس الرابطه في عهدي صعد فريق من الجنوب الى الرابطه المحترفه. وتقول في عهدي وفاق الصيف فاز بكاس رابطه طبعا أفضل. وفاق الصيف وان شاء الله ان شاء الله يزيد العمل. ولو انك صرحت بانك راح تعاونهم في البرمجه ونسيت ربما انه كيلعبوا ثلاث مباريات الاولى البطوله تكون مازال ما انطلقتش. لا حتى فاش تساعدهم؟ لا ولكن مازال ثلاث مقابلات الاولى، ولكن من بعد المقابلات الاخرين ان شاء الله يعني. ان شاء الله وان شاء الله نتمناو ان شاء الله انه شبيبه الثوره يعني يكون تمثيل مشرف، وانا متاكد انه قادرين يعني باش يمثلوا الجزائر احسن تمثيل.